استخبى انت يا حاج. يعني مثلا لو انت الشركه عندك لا هو في حاجه مش انا بقول امي امشي امال بيوافق على مين. تخيل معايا ان في مؤسسه كبيره بتقدم محتوى للاطفال، الفاوندر بتاعها او المؤسس عجلاتي، واللي شغالين معاه بيحبوا الكاوتش. اللي انا عاوز اقوله ان عنوان الحلقه دي هو خبي ابنك يا حاج، خبي بنتك يا حاج، وده هيخلينا نحط قناه نيكولوديان في اللوك. بعد مرحله سبيس تون وام بي سي 3 ظهر في الافق قناه اسمها نيكولوديان، ورغم ان الاسم مريب لكن القناه دي قدرت تكون ذكريات مع اجيال من الاطفال واكتسحت السوق، وتقدر تشوف فيه سبونج بوب وهو بيقدر اخونا شفيق في حياته وبيكرهه في اليوم اللي اتولد فيه، وجيميني ترون وداني الشبح ورودي والتباشير، وتسمع الانجليزي ما تحبوش خالص لكن تسمع القناه العربي والدبلجه الجامده بتاعتنا تنبهر من جمال اللهجه المصريه. ودايما اي حاجه حبيناها واحنا اطفال دايما بتكون ليها قيمه كبيره جوانا كانها حاجه عظيمه ما ينفعش حد يشوهها، زي سبيستون بالنسبة للجيل بتاعي. وتقدر تقول ان نيكولوديان هي سبيستون بتاعت الاجيال الجديدة. انك تسمع اي اتهامات ممكن تأثر على الماضي بتاعك كطفل بتبقى حاجة مستبعدة ومؤلمة جدا. يعني مثلا لو حد قال ان كونان من اياهم هبقى زعلان قوي، ازاي يا كونان؟ او ان كابتن ماجد الشبح مش شبح قوي، محتاج شوية مغذيات، هرفض ده جدا واقول لهم لا كابتن ماجد طول عمره كولا، شايفين عملت بسامه ده. هكذا نقدر نتكلم عن جيل نيكولوديان وهو بيدافع عن نيكولوديان. تعال بقى اقولك على جوانب جديده تخص عوالم زي عوالم ديزني او عوالم نيكولوديان. ديزني مثلا على سبيل المثال كانت مؤسسه عظيمه جدا وبتقدم فن عظيم قبل ما تقرر انها تتبنى بعض الافكار اللي مش مظبوطه وتلعب في الثوابت، او انها تدعم ناس ما ينفعش انها تدعمها كناس بيدعوا انهم بيقدموا فن بيشرح المبادئ للأطفال. اوعى حد يلعب في ثوابتي نو. ولسه ما فوقناش من الصدمة الأولى في ديزني اللي قررت تغير أفكارها السنين اللي فاتت عشان ناخد الصدمة اللي بجد بقى في نيكولوديان، واللي عملت حاجة ممكن نقول إنها كانت أسوأ من اللي عملته ديزني. أما بقى فيما يخص نيكولوديان، ففي شهر مارس صدر وثائقي بيخص هذه القناة The Dark Side of Kids، اللي هو الأطفال الدارك سايد، أطفالنا في خطر، خبي ابنك حاج. الوثائقي ده من 4 أجزاء كلهم كارثة بمعنى الكلمة. هتلاقي فيه الصندوق الأسود بتاع نيكولوديان كلها، اللي هي مش بس قناة إنتاج أنيميشن، دي استوديوهات وشركة إنتاج ضخمة فيها مئات الموظفين والممثلين والمؤلفين والرسامين، وفلوس طبعا أكيد، وفلوس كتير جدا. الوثائقي بقى بيتكلم عن انتهاكات عملها بعض الممثلين والمخرجين اللي شغالين في الاستوديوهات دي ضد السيدات، والأسوأ انهم عملوها كمان مع اطفال بنات واولاد. خبي ابنك حاج، احنا بنتكلم هنا عن كارثه بمعنى الكلمه وانتهاكات وفضايح ضد الاطفال، يعني اقصى مراحل الوضاعه والحقاره، كل ده واحنا لسه في الدارك سايد، عشان كده اسمه الدارك سايد. الوش البريء بتاع قناه نيكولوديان استخبي وراه قذاره وحقاره لا يمكن انك تتخيلها. الاول خلينا نعرف تاريخ القناه اللي تاسست سنه 1977. القناه في الاول كانت مملوكه لشبكه CBS، وبدات في الاول ببرامج بسيطه وصغيره لحد ما حققت نجاح كبير، ونفس شركه ديزني ذات نفسها حاليا الاثنين بيتنافسوا برضه بس في حته مش لطيفه خالص. خبي ابنك حق، وتغير خط انتاج القناه وقرروا انهم ينتجوا انيميشن وتنتج حاجات لايف، مسلسلات بقى وبرامج اطفال، وعندهم حاجات مشهوره كتير زي مسلسل دريك وجوش وزي اماندا شو. والطفره في الانتاج دي حصلت في فتره التسعينات على ايد المنتج والمخرج دان شنايدر، والراجل ده بقى زي ما هيحقق نجاح كبير وطفره زي ما هيكون كارثه عليه، نقدر نعتبره انه بطل وثائقي الفضايح بتاعنا. خبي ابنك يا حاج. واحد من المرضى المختلين اللي اتحرشوا بالاطفال، لازم تعرف ان تاريخ نيكولوديان من زمان اصلا مش جميل، وعلى الرغم من ان المسلسلات دي المفروض بتتقدم للاطفال وابطالها مراهقين لم يتجاوزوا ال 12 وال 13 سنه، المسلسلات دي كان فيها بوس، وده كان بيتقدم للاطفال، والاطفال دي في الاغلب ما دون ال 16 سنه، بوس ايه اللي انا اقدمه لهم؟ هم الكبار دلوقتي نقدم لهم ايه؟ ها؟ 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 نايس دول بقى نقدم لهم سينما نظيفه. خبي ابنك يا حاج. نيكولوديان ذات نفسها بتتباهى بالموضوع ده لحد دلوقتي. احب اكلم اداره نيكولوديان واقول لها اي نعم البوس مهم وحقنا ان احنا نتباهى بيه،
بس مش للاطفال. ده غير بقى قناه اليوتيوب اللي هم عاملينها وفيها مشاهد كتير جدا لا تليق بالاطفال. انا مثلا بتفرج على قنوات اليوتيوب بتاعتهم لحد دلوقتي وانا كبير عادي، مش عشان البوس ولا حاجه، بحب اتفرج على المحتوى فور فن. خبدنك عشان كده اغلب البرامج ما كانتش بتتزاع في النسخه العربيه او بتتزاع واغلبها مقصوص. احنا دايما كده العرب اخي يقرفونا ويبوظوا ملذاتنا. طب ما الاجانب المتحضرين هم كويسين وحلوين يا اخي، عشان كده اخي الطفل العربي يطلع مجبول ويقول لك تحرش اطفال في المدارس وبتاع. خبدنك حق، او يمكن تكون دي هي الفكره والراي اللي بيحاولوا يسربهولك. شفت العمق اللي انا فيه؟ شفت عظمتي؟ خبدنك حق. قناة نيكولوديان بتنجح مع داني شنايدر المتحرش وبتتوسع في انتاجاتها، والموظف بيبقى موظف واثنين وثلاثة بس. المفروض في اي شركة محترمة يكون عندكم HR، حد كده يكون مهمته يشوف الناس اللي جاية تشتغل شاطرة ولا لا، والاهم من ان هو يكون شاطر ان يكون راجل مؤدب وعنده شوية احترام. مش جايب لي جوني سينس يقدم برامج للاطفال، ده مش داني شنايدر، ده برازيليان. يعني مثلا لو الشركه كلها ستات، المفروض لو انت عارف ان في راجل هيشتغل معاهم لازم يكون راجل محترم زيي، وهيتعامل مع الكل بدون تجاوز زيي، وتشوف تاريخ شغله زيي. بس اهم حاجه شركتك تكون كلها نساء، وانا هبعت لك الميل عشان مفيش حد هيحترمهم قدي، ومش هيجي حد زيي. ما بالك بقى لو انت هتشغل واحد كل شغله هيتعامل مع الاطفال، ما تجيبونيش في الشغلانة. عاوزين نرجع بقى لعمنا داني المتحرش واللي على ايده دخل المؤسسة دي منحرفين كتير قوي. بقيت مالياتك. مساء الخير حضرتك متحرش. يا حضرتك هتنورنا. فضل في الشركة. حضرتك من المؤاخذة بتحب العجل؟ تفضل. انت ستريت ونورمال؟ اطلع باشا. احنا ايه ده؟ احنا بنقدم محتوى للاطفال، ازاي يشتغل عندنا ناس ستريت؟ احنا عاوزين ناس شكلهم غريب ومنحرفين. استخبى انت خلق. داني شنايدر المتحرش في الحقيقة ما كانش يتخير عن قناة نيكولوديان. من بره راجل محترم وزو وبيضحك وبيضحك كل، لكن من جوه كان مجرم مختل. اغتصب ممثلة اسمها أماندا وي وحملت منه ايه عندها 13 سنة. انت متخيل الحقارة؟ خبي بنتك حاجة. ده غير ممثلة تانية كانت بتقول انه بيصر انها تشرب خمرة، وانها لما كانت بتغير هدومها كان بيحب يبقى واقف، هو اللي بيبقى واقف. ولما حبت تخرج من الجحيم ده عرضوا عليها 300,000 دولار عشان بس ما تفتحش بقها باللي بيحصل جوه الشركة واللي شافته عنيها. وفضائح دان ما كانتش على الممثلات القصر، الراجل ده وصل لليفل انحراف عالي. اتنين من الكاتبات السيناريو في الوثائق اللي احنا بنتكلم عنه حكوا قد ايه هو كان تصرفاته حقيرة في الكواليس. يعني مثلا كان بيخلي الكاتبات يدلكوه، هو عايد على دان مش حاجة تانية. انا حاولت افهم ايه العلاقة بين التدليك والكتابة، ما فهمتش، بس اكيد دان يفهم، اكيد هو قادر، عشان دايما دان بيبقى واقف وهي بتغير هدومها، هو اللي بيبقى واقف. عايد على دان. الاستاذ دان ما سابش حاجة من قاموس الانحراف ما عملهاش. يعني مش بس كان متحرش، لا كان كمان عنصري ضد النساء وضد الجمهور الاسود. كان بيعرض قدامهم افلام اباحيه وكان بيقدم لهم مرتبات ضئيله جدا. انا ما اعرفش ايه العلاقه بين المرتبات وبين الافلام الاباحيه، بس يمكن كان بيعرضها لهم عشان ما يسيبوش الشغل ويمشوا. خبتنك حق. ده كمان بقى كان مهووس برجلين الستات، حاجه كده من ريحه عمنا تارانتينو. تارانتينو هو عايد عليه، هو المره دي هو. هي الرجول بشكل عام والفتى والناس بتحب تتفرج عليه. الأسوأ من كل ده انه كان بيستغل احتياجات الناس ويبتزهم، حتى الابتزاز دخل في الموضوع. من ابطال الوثائق اللي طلعوا اتكلموا الممثل دريك بن، واللي كان من ابطال مسلسل دريك وجوش، وطلع واتكلم بشجاعه عن اللي حصل، مش عارف جاب الشجاعه دي منين، واللي اتكلم تحديدا عن اللي حصل له من الاعتداء الجنسي من قبل مدرب الحوار بتاعه. حتى سكريبت الحوار، امال المساعد الاول عمل ايه؟ دريك وصف انه اتحرش بيه اكتر من مره، وان الاعتداء حصل عليه بشكل متكرر، وفي الوقت ده كان عنده 15 سنه. والقصه بدات سنه 99 لما تعرفوا على بعض وكانوا زي الصحاب رغم فرق السن الكبير اللي بينهم. هي بتبدا بصحاب. والممثل اللي كان لسه مراهق كان برام بيعلمه التمثيل وبيحفظه الحوار، وكان معروف انه هو عجلتي. ولما ابو دريك شك في تصرفاته ولاحظ بعض الحاجات على دريك ما ينفعش يلاحظها، قرر انه يروح ويشتكي. قالوا له انت همجي وعنصري وبتكره العجلتية، برا يا ستريت يا ايه يا ستريت. الستريت دلوقتي بقت صوبة، انا بقيت مش طبيعي ولا ايه؟ ولحد ما براين منع ابو الممثل دريك انه يجي، بقت اللي بتروح امه تقريبا. ابوه حس ان امه لو راحت ما عليهاش قلق، بس هي كمان ما كانتش بتحضر دايما عشان توصل ابنها من اللوكيشن للبيت، ففي مرحله ما بقى هو بيتحرك لوحده. وعشان براين قلبه كبير وطيب بقى ياخد دريك يا بات عنده بعد التصوير. دريك خلصت، تعالى نروح.
خب ابنك حاج. حكى دريك ان هو في يوم من الايام صحى لقى نفسه على الكنبه ولقى برين بيعتدي عليه جنسيا، والموضوع ده بقى بيتكرر كتير لمده 3 سنوات. دريك ما اشتكاش ليه؟ 3 سنين على الكنبه دريك وجاي تشتكي دلوقتي؟ انت كان مشكلتك الكنبه ولا ايه؟ بس الحقيقه ان المراهق دريك كان مهدد ان كاريره من اوله لاخره هينتهي وان ما حدش هيصدقه، لكن دريك ما سكتش وقرر انه يبلغ عنه، وبالفعل اتحاكم سنه 2004. عارف بقى عند كل القرف اللي احنا حكيناه، المجرم اللي اغتصب طفل وفقا لقانون الغرب المتحضر العادل 16 شهر، يعني اقل من الثلاث سنين اللي كانوا على الكنبه دريك. وطبعا حياه الولد بعد القضيه دي انهارت، غير ان براين شخصيه كيوت كانت اغلب الناس بتدعمه، وقفوا جنبه ومش وراه، وكله كان في المحكمه واقف مع دريك بيقولوا له احنا كلنا وراك مش هنسيبك. هعيد عليهم طبعا، مش انا عبيد. هتقولي يا عم دول اتنين بس وكل مكان فيه الحلو والوحش، وهنفترض يا سيدي ان كان توظيفهم غلطه من الاول. خد بقى معايا الزبون رقم 3، مساعد مخرج اسمه جيسون هانت. احنا مش عارفين هو هيندم مين المره دي، وده تقدر تقول انه كان موصلاتي ما بين المخرج والاطفال، يجهزهم للوكيشن، يبلغهم المواعيد، الشغل اللي انتوا عارفينه في اللوكيشن ده يعني. في بقى امهات طلعوا في الوثائق ده واتكلموا عن جرائم هذا الشخص المختل، جرائم ارتكبت ضد اطفال، واللي وصف انهم اول ما اتعرفوا عليه كان شخص طيب وكيوت ومتربي. 3 مرات مش مرة واحدة، لكن في مرة من المرات أم طفل اسمها براندي كانت بتصور، فبعد التصوير طلب منها جيسون وسيلة للتواصل معها عشان يعني أبلغي بالمواعيد. فخد الإيميل بتاع الطفل، الباشا خد الإيميل من هنا، وبعد ما خد الإيميل بدأ يبعت له كلام زي كلام الناس التعبانين اللي بعد الساعة 12 بالليل، وبقى بيبعت للطفلة صور وفيديوهات لا طليق. البنت شافت اللي بعته وجريت تعيط، خبي بنتك بقى حاج. فالأم شافت، ولما قررت إنها تروح تشوف إيه اللي زعلها شافت الفيديوهات، فخافت إنها تبلغ الشرطة لأنها لو بلغت الحكومة هتلومها هي عشان مش عارفة تخبي بنتك يا حاجة اللي أنا قلت لك عليها من ساعتها. بأول حالة بقول لك خبيها طلعت. وبسكوت الأم للأسف وكالعادة خلت جيسون يكمل وراح لعيلة تانية، ولما دخل البيت على أساس إنه هيتدرب بنتهم، أنا نفسي أعرف إيه حوار التدريب، اعتدى عليها كالعادة، لكن المرة دي اتقبض عليه. وتخيل بقى ان جرائم الشرف اللي هي عندنا كمجتمعات ناميه، مجرد ناميه وعالم ثالث، حكمها بيبقى بالاعدام عشان ترجع حق المظلوم وتردع اي مختل. عند الغرب الكيوت خد 6 سنين بس، وكالعاده طلع وكمل تحرش في النساء والسيدات. اللي حكيته لك ده كله نقطه من بحر جرائم نيكولوديان وموظفينها اللي ما كانش عندهم امان. دول بقى يا سيدي المفروض ان هم بيقدموا محتوى بيتقدم للاطفال، الناس دي اللي ما كانش عندها ولا امانه ولا احترام، بل انهم تحلوا بكل الصفات الحقيره والرخيصه. عشان كده بجد خب ابنك يا حاج، ولازم تتفرج على الحاجه 100 مره قبل ما ابنك يتفرج عليه. وفي الاخر ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير، وما تخبيش ولادك مني يا حاج، انا اخوك الكبير، اديني بس الميل وانا هتواصل معاك.